بالعادة بنشتغل على مبادرات مجتمعية اللي هي زيادة توعية، أو مثلاً أماكن مهمشة كمان بنحاول إنه نبرزها ونعرف الناس عليها أكثر. إحنا مجموعة لسه مش عارفين التطوعية. إحنا شباب بلشنا المجموعة ب 2014، تعرفنا على بعض من خلال مؤسسات، بلشنا إنه نجمع بعض، كان في عنا مدربات إنه يعني أول إشي تبدي مجموعة مع بعض نبلش أساس نحط رؤية وأهداف لإلنا، بعديها صرنا ناخذ تدريبات مهارات حياتية مع المدربات، بعد ما أخذنا هاي التدريبات صرنا نحس إنه بلشنا نطور بحالنا، يلا نبلش كمان نفيد المجتمع اللي حوالينا. مجموعات لسه مش عارفين تطوعية، هدفها هي تنمية تقوية روح التطوع بالمجتمع. احنا تقريبا عددنا 18 عضو، كلنا طلبة جامعات من مختلف التخصصات، في منا الصحافة، في منا الحقوق، الإعلام، في الأثار، مختلف التخصصات. واحدة من مبادراتنا كانت هي على قرية الجورة. قرية الجورة هي قرية بالقدس نوعاً ما صارت مهمشة، كان فيها ناس وطلعوا وقت الاحتلال، وقت ما أول ما دخلوا ففي ناس طلعوا منها، فهلأ هي فعلياً فاضية مش كتير منعرفها. امبارح احنا نفذنا مبادرة اسمها طلع على قرية الجورة. هاي المبادرة فكرتها انه احنا نحيي هاي القرية المهجرة. طبعا قرية الجورة هي قرية مهجرة. حطينا يعني اجتمعنا احنا المجموعة وحطينا برنامج لهذا اليوم، ايش نسوي بهذا اليوم، كيف بدنا نحيي هاي القرية. وصلنا القرية، هناك عملنا جولة بالقرية، كان معنا مرشد سياحي عرفنا عن القرية. مجموعة لسه مش عارفين هي مجموعة تطوعية مبادرة، هي مش تحت إطار مؤسسات ولا تحت إطار أي حزب، هي يعني بنقعد إحنا كشباب نقعد مع بعض بنفكر بأفكارنا، مش ما بنخلي أي حدا يأثر على أفكارنا، بنشوف إيش احتياج المجتمع اللي هو من خلالنا، بما إنه إحنا أولاد البلد وأولاد القدس بنشوف شو احتياجنا وشو احتياج المجتمع اللي حوالينا وبنحاول إنه نلبيه. مجموعة لسه مش عارفين عم بتحاول تشتغل على نهضة وثقافة المجتمع وتطور فيه وتعالج مشاكل وقضايا ممكن تكون مجتمعية بسيطة اللي تغير فيها، اللي يصير في تقبل للآخر، تقبل للمرأة في المجتمع. الرؤية تبعتنا إنه إحنا نحاول إنه نخلق مجتمع مستقل جد قادر يطلع بأفكاره تكون مستقلة، مبادر متعاون بيقدر إنه يتقبل الاختلاف. كل المدربين اللي بنتعامل معهم بيكونوا بشكل تطوعي، وإحنا دائماً نتنقل بأماكن مختلفة بالقدس، يعني إحنا ما إلنا مكتب خاص أو مكان نجتمع فيه، لحتى هيك إحنا كل مرة بنجتمع بمكان مختلف بالقدس،
مرات مؤسسات، مرات نوادي، مرات حتى بنقعد هيك بالشارع بنسوي لنا اجتماع، ما إلنا مكان محدد، بس إحنا بنعمل هذه الشغلة لحتى نزيد معرفتنا بالمجتمع اللي حوالينا، لحتى نتعرف على أماكن كتيرة ومختلفة بالقدس يمكن أغلبنا ما بيعرفها.